في بعض المناطق متعارف أن الأب أو الأخ يزوج بنته أو أخته بدون أن يستشيرها وبدون أن يأخذ رأيها طبعا الأعراف الاجتماعية أحيانا تفرض على البنت أن تقبل وهذا ما يجوز شرعا حتى الرسول صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يزوج فاطمة عليه السلام من أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله يعني الله أمر أن يزوج النور بالنور يزوج فاطمة من علي عليه الصلاة والسلام لجريان السنة الرسول جاء واستأذنها هل ترغبين في الزواج من علي عليه السلام فسكتت وسكوت البكر رضاها الرسول قال الله أكبر سكوتها رضاها بيجي واحد يقول أنا هاي بنتي أنا ولدتها أنا ربيتها أنا صرفت عليها أنا أعرف بمصالحها فأزوجها رغما على أنفها لا ما يصير هذا هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وآله نعم بالإقناع أنه فلان مناسب كوفو له صفات كذا وكذا وكذا ترغبين في زواج الزواج منه طبعا عاده البنات يقبلن الراي برغبه لكن اذا كرهت لا يحق لها ان يكرهها على ذلك